يعني يسألون اليوم إذا بيكون في ديو قريب حق عبد الله رويشد. ديو؟ أي نية دوتو. والله أتمنى مع خالد الشيخ. الله. أي والله. إيه راح تكون حلوة. إيه. أي. أنت عندك سلسلة. ولهنا على صوته. صح. والله العظيم يعني هذا مو مجاملة ولكن ولهنا على صوت خالد الشيخ. خالد اسمعني. تقدر تقنع بس تقدر تقنع يغني معك ديو خالد؟ اي ما يقول شيء خلاص عيل الاسطوره الجايه اللي قاعد تشتغلون عليها المفروض هذه تكون ديو والله اسطوره شلون؟ والله اغنيه اسطوره شنو اللي شادك فيها هالكثر مخليك متشفق فيها؟ الحين انت رفعت العيار علينا كلنا صرنا متوقعين اغنيه غير والله غير اول مره نمر في هالمرحله كذي يعني رايحين شويه غربي شويه غربي وخالد مو غريب عليك لا الغربي مو كثير وياي يعني انا كثير بالعربي اكثر بالسيك اكثر لكن المود الغربي شوي يعني احبه بس ما اعرف له ما كذب ما اعرف الله والله يعني احب صدقك يا خالد والله بس ما بس ما اعرف له يعني في اشياء مثلا مسي عليه اخوي حسين الجسمي في اشياء يقولها بالغربي انا ما اعرفها يعني ما اعرفها لانه هو سكتها كذي ما اعرف بس بتجرب بجرب بطريقه خالد الشيخ طريقه خالد الشيخ يعني موعودين بشيء وعد كلام تحيا عجلان يعني استلم نص يا الله الكلام يا الله الكلام فيني من عيسى راشد دام نحن بالطار يقول احترم جدا مدى الوفاء اللي يحمله الفنان الكبير عبد الله رويشد بقلبه لشاعرة البحرين فتحية عجلان وفنان البحرين خالد الشيخ في كل لقاء يطريهم بالخير ويثني على أعماله ونجاحاته معاهم كبير يا أبو خالد حبيبي تتهزم لا شوف أخر تخلي الغير وتلو خلي أنا قاعد أسولف بالغربي قبل أغني الأغنية اللي قاعد أجهزها فيني أبو عواطف يقول إيش رأيك بتوزيع بعض الأغاني الحالية اللي